بسم الله الرحمن الرحيم. تعديلات قانون الشهر العقاري ومدى علاقتها بدعاوى صحة التوقيع وأثرها على العقد الابتدائي ومرافق الكهرباء والمياه إلى آخره. طبعا كلنا سمعنا عن تعديلات قانون الشهر العقاري اللي هتطبق في شهر مارس 2021، وطبعا أشيع كلام كتير حوالين هذا القانون إن هو هيلغي دعوى صحة التوقيع أو إن أثر العقد الابتدائي مش هيبقى ليه قيمة إلا إذا تم التسجيل، إن الكهرباء والمية والغاز مش هيتم إدخالهم إلا إذا تم التسجيل. إحنا لازم نقف عن الكلام ده بند بند بالتفصيل والتأصيل، والسند القانوني مش مجرد إن إحنا بنقول كلام وخلاص. أولا القانون دوت بيحمل رقم 186 لسنة 2020. القانون ده بيتكلم عن إضافة مادة إلى قانون الشهر العقاري. طيب القانون ده إيه علاقته بصحة التوقيع؟ صحة التوقيع يحكمها نص المادة 45 من قانون الإثبات. طيب هل ليه تأثير على صحة التوقيع؟ لا ملوش أي تأثير، مفيش أي علاقة بين ده وده. صحة التوقيع دعوة تحفظية، بيجي المدعي بيطلب إثبات صحة التوقيع على أي ورقة، عقد بيع، عقد اتفاق، عقد إيجار، أيا كان، عقد رهن، أيا كان الورقة المدون عليها، فبالتالي ملهاش أي علاقة بقانون الشهر العقاري. طب صحة التوقيع دي غرضها إيه؟ إن إحنا نثبت أمرين، إن العقد ده دون في هذا التاريخ المعطى له، أو على أقل الفروض في اليوم إن اليوم اللي تم إيداع فيه الصحيفة كان العقد ده موجود وكان ده التاريخ بتاعه. الأمر الثاني إن التوقيع ده صحيح لو تم الإقرار من قبل الخصم أو ما طعنش عليه بعد إعلان وإعلان قانون صحيح وفوات موعد الطعن إلى آخره. دي دعوى صحة التوقيع. هل هي اتلغت؟ لا، موجودة وقائمة موجودة. عشان تتلغى دعوى صحة التوقيع لازم يطلع تعديل بتعديل مادة 45 من قانون الإثبات، مش حاجة تانية. طيب هل يوجد تأثير لتعديل قانون الشهر العقاري على العقد الابتدائي؟ لازم نقف الأول يعني إيه عقد ابتدائي؟ وإيه هي آثاره؟ عقد الابتدائي عبارة عن عقد بين طرفين بيولد التزامات شخصية بين كلا الطرفين، سواء البائع أو المشتري، المؤجر أو المستأجر، سواء ده رهن، أيا ما كان موضوع العقد، عقد اتفاق طرف أو الآخر، بيثبت التزامات شخصية، لكن نفاذ هذا العقد في مواجهة الغير لابد من التسجيل. يبقى عقد الابتدائي كل اثاره بين طرفيه فقط، لكن ليه؟ عشان يبقى له حجه في مواجهه الغير ليه نظام معين تاني لابد ان هو يتسجل الى اخره. ادي فكره. فبالتالي عقد الابتدائي موجود وبين الملكيه وبيعمل كل حاجه في حدود طرفيه فقط، لكن ما بينقلش ملكيه الا بالتسجيل قدام الشهر العقاري، لكن بيولد يديني حق، يولد التزامات شخصيه. الالتزام الشخصي انت بعت لي الشقه دي تبقى تسلمها لي، انت كنت مأجر الشقه دي تعمل لي حوالي عقد الايجار، تمام؟ لكن النهارده انا عشان انقل الملكيه تيجي معايا الشهر العقاري تعمل لي تسجيل او توكيل بالتسجيل. ده بالنسبه لتاثيره على عقد البيع الابتدائي، لكن عقد الابتدائي موجود ما اتلغاش ولا اي حاجه. طيب الماده اللي تم اضافتها قانون الشهر العقاري، ايه التعديلات اللي دخلت دي؟ اولا لما تيجي تقرا القانون اللي هو 186 لسنه 2020 كان عباره عن اضافه ماده تحمل رقم 35 مكرر. لما يجي المشرع يقول لك انا بضيف ماده، في فرق بين ان هو يضيفها في مجموع مواد التشريع او يضيفها برقم معين داخل مواد التشريع. فهو لو اضافها داخل مواد التشريع نفسه برقم معين يبقى اذا في هناك علاقه بين المواد السابقه عليه او الماده او المواد اللاحقه عليه بشان هذه الماده المضافه. لكن لو اضاف ماده اخرى في نهايه التشريع يبقى اذا هو بيضيف ماده في مجمل التشريع بيضيف حاجه عليه وهكذا. طيب المادة اللي انضافت دي 35 مكرر دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم نص المادة، هي المادة مؤاخذة، كان سند الطلب حكم النهائي وكان هذا الحكم يثبت انشاء حق الى اخره. طيب يعني اذا الامر بيتعلق باثبات حق عيني اصلي او تبعي. طيب المادة اللي قبليها 34 و33 دي بتتكلم عن ايه؟ هل يوجد ارتباط؟ اه يوجد ارتباط. لو انت قريت المادة 33 من قانون الشهر العقاري هتلاقي بالمادة دي بتتكلم إذا تعدد طلبات التسجيل على ذات العقار محل التسجيل. يعني أنت في عقار بنسجله وأنت قدمت طلب وأنا قدمت طلب وده قدم طلب، فتعددت الطلبات، مين الأولى بالتسجيل؟ ما في يجوز إن أنت تقدم طلب، ممكن يكون ده طلبه شهر عقد بيع وده طلبه شهر حكم وده طلبه كذا إلى آخره. تمام؟ دي المادة 33. جات المادة 34 بتتكلم عن إيه؟ إذا كان الطلب الأسبق يحتاج إلى استيفاء، يعني المادة 34 بتقول طيب أنت قدمت طلب وده طلب وده طلب، فجات المادة 34 بتتكلم لو واحد منهم اللي هو الأسبق في تقديم الطلب كان ملفه اللي هو مقدمه الطلب التسجيل ناقص بعض المستندات الأوراق تطلب فيه استيفاء، إيه اللي بيتم؟ ف
في الحالة دي بيجي الأمين العام بيختاره، يقول له يا عم تعالى أنت لازم تستوفي الأوراق المطلوبة في الملف بتاعك، وهو يتعين عليه إن هو يجي يستوفي. بنديله ميعاد نقاط حوالي 15 يوم. طيب افرض أنت راجل صاحب الرقم الأسبق أو طلب الأسبق ما التزمتش، في الحالة دي يعرض الملف على الأمين العام للشأن العقاري، وفي هذه الحالة بقرار مسبب يستطيع إسقاط إسباقية هذا الطلب. تمام، بيوافق هذا الحد على كذا؟ لا، المادة 35، المادة اللي احنا الموضوع كله اللي احنا بنتكلم عنه مادة 35 مقرر. لكن مادة 35 بتتكلم ايه؟ بتدي اللي هي حق الاعتراض اللي سقط. طب الشخص اللي طلع الأمين العام سقط وقالوا الطلب بتاعك سقط، طب الراجل دوت ليه اعتراضين؟ قال يا جماعة الطلبات اللي انتوا طالبينها للسيفا انتوا طالبين مني بيان كذا وكذا، طب ما انا قدمت الورق ده انت ليه مش معتد بيه؟ في هذه الحالة يحق لهذا الشخص ان هو يعترض على طلب اسقاط، عن قرار اسقاط طلب. ازاي؟ بيجي خلال 10 ايام من تاريخ اختاره بالاستيفاء او باستيفاء المستندات اللي هي مطلوبه منه او من تاريخ اسقاط طلبه، ان هو بيعمل اعتراض، بيروح الاعتراض ده لمين؟ للامين العام، ياخد كل المحرر بتاعه بمستندات اوراقه ويقول له اديني طب رقم وقتي، تمام، لان الورق بتاع المحرر بتاعي مستوفي لكل بيانات، وانت اخطات البيانات اللي طالبها ديت او المستندات المطلوبه مش اللي انت طالبها مش متطلبات هذا الطلب. الامين العام في هذه الحاله بيروح واخد هذا الملف ويديله رقم وقت في دفتر الشهر، تمام، ويروح عارض الامر بعد ذلك على قاضي الامور الوقتيه، ويعرض الامر يقول لقاضي الامور الوقتيه انا اعمل ايه؟ قاضي الامور الوقتيه بيعمل بياخد قراره على ضوء الورق المعروض عليه، يا اما بالغاء قرار اسقاط الطلب وتحويل الرقم الوقت الى رقم نهائي. هنا القاضي هو اللي بيحسم هذا النزاع. طيب ده الماده 5، يبقى احنا لقينا ان الماده 33 بتتكلم عن تعدد الطلبات، الماده 34 لو في طلب ناقص استيفاء فبيعمل ايه؟ طب من حق الماده 35 اللي الشخص اللي طلع له قرار باستيفاء او اسقاط طلبه من حقه انه يعترض عن طريق انه يجهز ملفه ويروح للامين العام، الامين العام يعرض الامر على قاضي الامور الوقتيه. طب الماده 35 مقرر بقى. مادة 35 مقرر لما نيجي نقراها بتتكلم لو كان الطلب موضوع حكم نهائي، انه اذا كان سند الطلب حكما نهائيا وكان الحكم ده بيثبت انشاء حق عيني عقاري اصلي او نقل او تقرير لاخره، في الحالة دي بيعمل ايه؟ يتعين على الامين العام اذا كان الطلب ده حكم نهائي، لازم يكون نهائي، ان يدي الطلب ده رقم وقتي، تمام، سواء كان بطلع عن طريق الشهر او طريق القيد. هنقول ايه الفرق بين طلب التسجيل وطلب الشهر القيد. طيب في الحاله دي بيتحول الرقم الوقتي ده الى رقم نهائي وياخد نفس الاثار كما لو هو رقم نهائي. امتى؟ في حاله عدم الاعتراض عليه. طب مين اللي هيعترض عليه؟ ممكن واحد بيقدم طلب تاني. طب الاعتراض ده مش ليه مواعيد ولا الموضوع مفتوح؟ قال لك لا، يبدا الاعتراض ده امتى؟ خلال شهر من امتى؟ من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية وساعة الانتشار، جريدة قومية، بيجي اللي هي ساعة الانتشار ينبه يا جماعة خلي بالكم في أنا معايا حكم نهائي ورحت سجلته وكنت واخد رقم وقت، لو عدى شهر بيتحول الطلب نهائي. تمام؟ طيب في الحالة ديت، طيب جه واحد خلال الشهر واعترض، يعرض الأمر على مين؟ على قاضي الأمور الوقتية، ويجي القاضي بقرار مسبب منه يا إما يقبل الاعتراض ويلغي الرقم الوقتي لو كان الاعتراض ده في محل وأنت جايب طلب وجايب مستندات وتقول لا ده الطلب الوقتي ده الحكم ده فيه كذا فيه اخطاء فيه. طيب الامر الثاني، طيب لا ان الكلام ده مش صحيح، يروح جاي رافض الاعتراض ويبقى القرار الوقتي اللي هو واخده اللي معاه الحكم النهائي بيبقى حكم، بيبقى قرار نهائي. وفي ميعاد متحدد للقاضي خلال اسبوع او خلال 7 ايام بمعنى اصح من تاريخ رفع الاعتراض ان هو يصدر قرار ويكون القرار صادر في هذا الشأن نهائي. يبقى اذا الماده بتتكلم عن ايه؟ وجود اعداد سجل خاص لو كان الطلب حكم نهائي، السجل ده بيقيد فيه ارقام وقتيه للاحكام المطلوب شهرها، بتثبت لازم يكون الحكم ده بيثبت انشاء حق من حقوق العينيه العقاريه الاصليه او نقل الحق او تقريره او تغييره او زواله، والرقم الوقتي ده بعد كده يتحول الى رقم نهائي بعد ذلك لو ما تمش الاعتراض عليه. طيب احنا في وسط الكلام قلنا في حاجه فرق بين التسجيل والقيد. التسجيل لما تيجي تسجل حق عيني اصلي، اما القيد لما تيجي تسجل حق عيني تبعي. طب ايه الفرق بين حق العين الاصلي والحق التبعي؟ زي كلنا عارفين حق العين الاصلي اللي هو حق الملكيه والفروع بتاعته،
حق الملكية الحقوق المتفرعة عنه، حق استغلال، حق انتفاع، حق استعمال الحجر الارتفاق. طب الحق التبعي هو عبارة عن حق بيقرر على شيء ضمان الالتزام، الضمان للوفاء بالتزام آخر، زي الرهن، الامتياز، الاختصاص، الحاجات دي موجودة في القانون إلى إيه آخره. طب القانون ده يعمل بيه إمتى؟ من 6/3/2021. ليه؟ لأن القانون ده اتنشر في الجريدة الرسمية في 5/9، تمام؟ طيب الحاجة الأخيرة بقى المرافق. قالنا لقينا في فقرة بتقول هاي الفقرة بتقول وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات إلى آخره عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. أنا شخصيا بأرى أن المادة دي طالما أن الفقرة دي أضيفت في المادة 35 مقرر، يبقى هي مرتبطة بالمواد اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي في حالة إذا كان في نزاع بين في تعدد طلبات تسجيل على ذات العقار. ده من وجهة نظر أنا الخاصة، يعني أنا شايف كده، لكن هي مش بتتكلم في مجمل، ولا كان المشرح حطها نص مستقل، يعني قال لا نص مستقل، ده من باب الرأي الشخصي ليس أكثر ولا أقل. لكن النهارده بتجيش، لأن تغيير المرافق مرتبط بعقود عليها صحة توقيع أو من غير، حسب دي حاجات إجرائية معينة حسب الجهة الإدارية بتاعتها. لكن ليه المشرح حطها هنا وفي المادة 35 مقرر؟ يعني إذا مرتبطة بالمادة ديت اللي هي في حالة إذا كان تسجيل بحب. وطبعا طالما المادة 35 مقرر مرتبطة، نرجع برضو لأربع مواد. يا رب تكون وصلت معلومة تكون نافعة بإذن الله.